يا ترى ايه قصة انك تكون قاعد في بيتك ويجيلك 16000 جنيه كدخل كل شهر بدون اي مجهود؟ هل السر في حساب بنكي ولا شهادة ولا طاقة قدر واتفتحت لك؟ هنقول لك كل التفاصيل في الفيديو ده. بانكير نبض البنوك. مؤخراً بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي قدم لعملائه مجموعة من الأوعية الادخارية الجديدة والمميزة اللي ليها عدد من المزايا، وأهمهم شهادة الثلاث سنوات اللي العائد بتاعها بيوصل ل 24% بشكل سنوي. ونقدر نقول إن البنك طرح الشهادة دي علشان يجذب أكبر عدد من العملاء الجدد. وأكد كمان أن فروع على مستوى الجمهورية لديها إجابات كاملة وشاملة على جميع الاستفسارات الخاصة بشهادة الثلاث سنين، وأنه حريص على جذب أكبر عدد من العملاء الجدد. طب إيه قصة 16000 جنيه دخل شهري؟ أولاً، شهادة الثلاث سنين اللي حضرتك بتشتريها من بنك ناصر ليها دخل شهري وتقدر تحسبه، يعني في حالة شراء شهادة الثلاث سنين بقيمة 400000 جنيه بيتم ضرب 400000 جنيه في العائد وهو 24%، وقسمته على 12 شهر وضرب الناتج في 12 علشان تقدر توصل لقيمة العائد السنوي. الشهادة دي بتوفر دخل شهري بقيمة 8000 جنيه أو 96000 جنيه سنوياً. أما بالنسبة ل 400000 جنيه فهتقدر توفر 288000 جنيه على مدار الثلاث سنين زي ما قال البنك. بنك ناصر كمان شدد على أن خطته للفترة اللي جاية بتتضمن جذب شرائح مختلفة وجديدة من العملاء بالتنسيق الكامل مع جميع فروع على مستوى الجمهورية، عشان كده بيطرح شهادات بفوائد كبيرة. ومن شهادة بنك ناصر لشهادة البنك الأهلي اللي هو كمان طرح شهادة ممكن حضرتك تحقق من خلالها دخل شهري قيمته 8600 جنيه. الشهادة دي اسمها الشهادة البلاتينية السنوية اللي بتستمر 3 سنين، والحد الأدنى لشرائها 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها. كمان الشهادة دي ممكن تستمر لمدة 3 سنين، ومن هنا بيصرف العائد على الشهادة شهري طوال فترة الشهادة لأنها بتأتي بسعر عائد 21.5% شهري. حضرتك تقدر تاخد قرض بضمان الشهادة دي من أي فروع البنك وفقاً للتعليمات السرية ليه. كمان يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات، وبيبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء. وعن طرق الحصول على 8600 جنيه شهرية من شهادة البنك الأهلي، حضرتك تقدر تحقق ده لمدة سنة واحدة في حال شراء الشهادة البلاتينية السنوية بمبلغ 480000 جنيه من البنك الأهلي المصري، وبيكون سعر العائد الشهري 21.5%، وبكده تقدر تحوش فلوسك وتستثمرها وكمان تاخد فوائدها في نفس الوقت. أنا أشرفة أشرف، وإلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.